وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. مرحبا بك معنا سيد حسين. أهلا ومرحبا. أولا، كيف تقرؤون استجابة الثوار اليوم لدعوة اللجنة المنظمة للتظاهرات للاستمرار في التظاهرات في ظل القمع المستمر من عناصر القبعات الزرق؟ يسعد مساك ومساء مشاهديك الكرام. مساء الخير. الحقيقة منذ بداية الانتفاضة ونحن نقول أنه كلما ازداد القمع كلما ازدادت الناس تمسكا بأهدافها، كلما ازداد سيل الدم كلما ازدادت الناس رغبة في الانعتاق والتحرر من هذا النظام السياسي القمعي الفاسد. وبالتالي يعني ليس جديدا أن تندفع الناس للشوارع مع كل أزمة تشتد فيها حالة القمع والقتل والهجوم. نعم، ما رأيك في مطالبة المتظاهرين بوقف العنف ضدهم وتزامن ذلك أيضا بما جاء في خطبة المرجعية التي حاولت أن تقول نفس الكلام تقريبا مع تحميل المسؤولية للمندسين وبعض العناصر المنفلتة؟ يعني الحديث عن موضوع المندسين هو عبارة عن أكذوبة، الأطراف واضحة، هناك شارع منتفض يود أن يتخلص من هذا النظام الفاسد ويستعيد الوطن لكل مواطني، وهناك يعني قوى ممسكة بالسلطة وميليشيات وأحزاب وقوى ما بعد 2003 استولت على بلد غني واستولت على قدرات هائلة. نعم. وتحظى بدعم إقليمي ودولي ولا يمكن لها أن تفرط السلطة بسهولة. وبالتالي يعني ما تراه في العراق اليوم يعني استنتاج طبيعي أنه هؤلاء لم يفرطوا بالسلطة بسهولة، سيما وأنهم يعني يتحركون بدافع ديني عقائدي مذهبي طائفي سمي ما تريد. نعم نعم. طيب، بالنسبة للمتظاهرين ولإصرارهم على الاستمرار في تلك التظاهرات والثورة، أليس هذا أمرا لافتا؟ لأن هناك وضوحا الآن في الشارع العراقي بين ميليشيات تستهدف هؤلاء الثوار وبين ثوار يزدادون زخما في الحقيقة من ناحية الأعداد الكبيرة التي تشارك أو نوعية المشاركين من الشباب والطلبة. يعني هناك حالة وعي كبرى نشأت في شارع العراق بعد 17 سنة من اجتياحه، و يعني مر على العراق أحوال كثيرة وجرائم عديدة علمت المواطن أو أضحى المواطن يدرك كل ما يحيط فيها من حوله. نعم. وبالتالي هذا المواطن عندما ينزل للشارع واعي تماما لما يريد، واعي تماما لحجم الفساد وحجم السلطة الفاسدة ونهب مقدراته، وأنه مستقبله أضحى مقفل. وبالتالي الموت والحياة سيان أصبحا في العراق اليوم، يعني إما أن يموت من الجوع والعطل والبطالة، وإما أن ينزل للساحات لينتزع حقه أو يستشهد. يعني السلطة الفاسدة وضعت الناس في يعني في خيار واحد لا خيارين. يعني محاولات الناس المستمرة لإحداث إصلاح، محاولات المناورات لهذا الطرف أو ذاك الطرف لإحداث تغيير، أشغلوا الناس بالإرهاب فترة طويلة وسرقوا الناس باسم الإرهاب وقتلوا الناس باسم الإرهاب، تعاونوا مع الولايات المتحدة واليوم يودون مواجهة الولايات المتحدة، هم كذابون، هم يدافعون عن مصالحهم. الولايات المتحدة هي من تحمي النظام السياسي في بغداد، وهي من تغض النظر عن الميليشيات وداعمي الميليشيات في العراق. نعم. نعم. طيب، في ظل رفض الثوار ولا سيما هذه الشريحة الواسعة من الطلبة والشباب لتكليف محمد علاوي رئيسا للحكومة الجديدة، في ضوء ذلك ما توقعاتك؟ هل تتوقع أن يتراجع محمد علاوي؟ هل تتوقع أن يستمر في ذلك قدما وبالتالي تزداد الأزمة في العراق؟ لا أحد لديه مفاتيح لحل الأزمة في العراق من داخل العراق. كل القوى في العراق اليوم، قوى السلطة في العراق هي في حالة دوامة وأزمة، ولن تستطيع تقديم تنازلات كبرى لغرض استقرار البلد واستعادة أمنه وسيادته واقتصاده.
وبالتالي نحن أمام مأزق حرج لا حلول واضحة فيه، كما أن المتظاهرين مصرين على إنجاز عملية التغيير، فهم يحتاجون اليوم لبلورة مشروع سياسي لمواجهة مشروع فاسد تبنى الاحتلال الأمريكي وتلقفوا الإيرانيون. وبالتالي أنت أمام معركة مفتوحة لن ينتصر فيها إلا شعب العراق، لكن مطلوب صبر ومطاولة أكثر، مطلوب اندفاع الناس أكثر إلى الشوارع، مطلوب توسيع دائرة المواجهة مع النظام السياسي الفاسد، كل المناورات والاستبدالات والأسماء والمسميات ستؤول إلى الفشل. يعني لا أحد في العراق لديه حلا سحريا، الحل يبدأ من كف يد التدخل الخارجي كان أمريكيا أو إيرانيا. نعم، شكرا جزيلا لك السيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.